انا اقول اصل الموضوع ده مش تبعي، لا صحيح، هو كله تبعي، كله بقى بيصب في الرقمين. لازم 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 النهارده ان احنا نبقى شايفين ان العمل الرقمي للجميع. نعم. طيب اللي كانوا السنه اللي فاتت هيكملوا السنه دي، السنه دي بقى بياخدوا مناهج تانية مختلفه، يطلعوا المستوى الاعلى، يطلعوا المستوى الاعلى، اللي كانوا في المستوى الاول هيدخلوا المستوى الثاني، المستوى الثاني هيطلعوا المستوى الثالث، واللي في المستوى الثالث هيطلعوا المستوى الرابع معانا السنه دي. السنه دي في اقبال؟ ايوه اتفضلي. بنستهدف قد ايه؟ بنستهدف، وطبعا ده يعني الشكر، كل الشكر يعني للدوله، ان احنا 40,000 40,000 طالب وطالبة. حلو. من الصف الأول إلى الصف أو الإعدادي إلى ثانية ثانوي. طيب خليني أبقى يعني إيه، وإحنا بنتكلم على إن إحنا رايحين في هذا الاتجاه وفي إقبال، شايفة إنه الثقافة المصرية ابتدت الأهالي تفهم قيمة ما يحتاجه سوق العمل؟ طبعا. وده كويس. الطلبات الكتيرة اللي بتجيلنا بدليل القطاعات المختلفة اللي أولياء الأمور بيكلمونا منها. ايوه. بدليل إن المحافظات المختلفة فيها طلب على هذا البرنامج، يعني في أنا كل في معظم المحافظات، محافظات كلها مش معظم. احنا عندنا طلبة من جميع المحافظات، المحافظات الحدودية، شمال سينا، جنوب سينا، بحر الاحمر، الوادي الجديد، مرسى مطروح، كل المحافظات العام الماضي، وايضا هذا العام الطلبات اللي اوريدي، الطلبات اللي سجلت، الطلبه اللي هي سجلت بالفعل اوريدي موجود عندي من جميع المحافظات. ايوه. البرنامج بجميع المحافظات لجميع المدارس من كافه الانواع. يعني انا مدرسه حكومه، اهلا بيك. مدرسه تجريبيه، اهلا بيك. أيوة. مدرسة خاصة، أهلا بيك. مدرسة دولية، أهلا بيك. كل المدارس، يعني ما فيش شروط محددة للمبادرة؟ لا، ما فيش. طب والالتزام. طيب إيه، معلش سؤال طبيعي الناس عايزة تعرف إجابته يا دكتورة هدى، إيه التكلفة غالية؟ مجاني، هذه المبادرة هي مبادرة مجانية خلاص. أنا... بس كده. أيوة. ومش محتاج انك تجهز نفسك ولا حد يجي يقول لك تعالى. عشان كده انا محتاجه اسمع ده من حضرتك، انا عارفه انها مجانيه بس اسمعه منك. لا ده مهم جدا كمان ان احنا نعرف انت. تعالى خلاص، سجل عندك كل المستويات طبقا لمستواك اللي هتدخل فيها. أيوة. مفيش حاجه اسمها حد يجي يقول لك انا هجهزك وانا هاعدك، مفيش كلام من ده. انا كل اللي محتاجاه ان انت تكون شخص يعني متفوق في دراستك وملتزم. انما دورنا احنا كدوله ان احنا نعلمك ونهيئك ونأهلك للعالم اللي احنا فيه النهارده. المبادره هي مبادره مجانيه 100%. هو ده الكلام. اي حاجه. هو ده الكلام. يسجلوا فين ويروحوا فين سريعا كده؟ يسجلوا على موقع المبادره. ايوه. www.desi.gov.eg. تمام. او يدخلوا على صفحه المبادره على الفيسبوك اسمها اشبال مصر الرقميه، هيلاقوا فيها كل المعلومات. يسجلوا كل اللي عايز يسجل يسجل عليها. بالظبط. كان عندهم تحدي الكود الحساب الموحد. احنا دلوقتي حتى فتحناها على الموقع. يسجل باي ايميل عنده، هوت ميل او اوتلوك او كل كل هذه المعلومات موجوده على صفحه المبادره. حابه انوه لحاجه مهمه جدا. فدالي. جدا، احنا ان شاء الله يوم 22 عندنا مبادره جميله لمين؟ للطلبه من رابعه ابتدائي. الله، حلو قوي ده. خلاص. حلو قوي. براعم مصر الرقميه. هايل. براعم مصر. دي جديد، دي بقى اول مره. دي اول مره. بالظبط. هايل. احنا معاكي نتابع ده كله. دي اول مره. ده واحنا معاكي نتابع الحقيقه، لانه شغل الوزاره واهتمام القياده السياسيه بكل الأطفال والأشبال والطلبة المتفوقين وفكرة الرقمنة بقت واقع، فاحنا معاكي وهنتابع معاكي كل شغلك. بشكرك شكرا جزيلا.